السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو الأول في سلسلة البحر المسجور. كما ترى على الشاشة هذا من تفسير الطبري. هذا تفسير الطبري كما ترى جامع البيان في تفسير القرآن للطبري. هذا أخذته من مؤسسة آل البيت الملكية الفكرية الإسلامية الموجودة على النت. هي موقعهم التفسير.com. الآن ماذا يقول الطبري؟ والطور والبيت وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ما هو البحر المسجور؟ سنقرأ ترجيح الطبري هنا. يقول: وقال آخرون المسجور أي المحبوس. ذكر من قال ذلك: حدثني علي قال ثنى أبو صالح قال ثنى معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله والبحر المسجور. يقول المحبوس. وأولى الأقوال في ذلك عندي، هذا عند الطبري، بالصواب قول من قال معناه والبحر المملوء المجموع ماءه بعضه في بعض. طب ليش الطبري رجح هذا المعنى؟ نقرأ مع بعض. وذلك أن الأغلب من معاني السجر الإيقاد، كما قال: سجرت التنور، بمعنى أوقدت أو الامتلاء على ما وصفت. الآن هنا أعطيك الأبيات ثم يقول لك: فإذا كان ذلك الأغلب في معاني السجر، إيش يعني؟ يقول لك أنه إذا كان الإيقاد كما قال سجرت التنور هو الأغلب في معاني السجر، وكان البحر غير موقد اليوم. يعني الطبري بيقول لك البحر أنا مو شايفه اليوم موقد، وكان البحر غير موقد اليوم. يعني الطبري يستشهد بالواقع، واقعه هو في ذاك الزمن، أنه هو بيقول لك أنه المسجور يعني المشتعل الموقد، وهذا الأغلب في اللغة. ولكن أنا لا أراه اليوم في الواقع أنه بحر مشتعل. طيب إذا أنت شيخنا الطبري لا تراه أنه مشتعل اليوم في زمان قبل 1000 سنة تقريبا، الآن لهذا السبب هو رجح الامتلاء. نقرأ مع بعض. يقول: فإذا كان ذلك الأغلب في معاني السجر، وكان البحر غير موقد اليوم، وكان الله تعالى ذكره قد وصفه بأنه مسجور، فبطل عندي إحدى الصفتين وهو الإيقاد. يعني صفة الاشتعال للبحر بطلت عند الشيخ الطبري لأنه لا يراه اليوم مسجور في زمانه. طيب لو هو شاف البحر في زمانه مشتعل لما بطلت هذه الصفة عنده؟ وهنا نستفيد فائدة أن الطبري كان يحتكم للوقائع للحقائق الواقعية في زمانه، كان يربط المعنى اللغوي بالمعنى الواقعي اللي هو نحن نسميه الحقائق العلمية الآن. وهي فائدة مهمة جدا، أن النقل السليم لا يعامض العقل السليم، وهذا منهج الطبري
كما ترى في التوجيه، أنه يقول لك أن فإذا كان الأغلب في من معاني السجر وكان البحر غير موقد، يعني بقول لك هنا يعني الأغلب، وذلك أن الأغلب في معاني السجر الإيقاد. الآن طيب إذا كان الأغلب من معاني السجر الإيقاد وهو لا يراه اليوم موقد، فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السجر وكان البحر غير موقد اليوم لعدم رؤية الطبري وعدم علمه أنه البحر موقد في أعماقه، لأنه في زمانه ما كان في معدات تنزل في أعماق البحار لكي ترى أن البحر فعلا مسجور في قاع المحيط. في زمان الطبري ما كان في غواصات، ما كان في معدات تقنية. الآن نحن بعد 1200 سنة تقريبا اكتشفنا أنه فعلا البحر موقد ومشتعل في قاع المحيط، وهذا باستخدام ما يسمى الغواصات الغير مأهولة بالإنسان. يعني غواصات عبارة عن تعمل عن بعد بريموت كنترول، يتحكم تحكم بالغواصة عن بعد وغير مأهولة بالإنسان، مجهزة بكاميرات ومجهزة بمعدات، وأنزلوها إلى قاع المحيط فوجدوا ما يسمى طوق النار في المحيط الهادي. وهذا طوق النار في المحيط الهادي يسجر البحر في قاع المحيط. هذا لم يكن أن يدركه الطبري في ذاك الزمان، عشان يقول لك وكان البحر غير موقد اليوم، وكان الله تعالى ذكره قد وصفه بأنه مسجور، فبطل عندي إحدى الصفتين اللي هي صفة الإيقاد، بطلت عند الطبري لأنه لا يراه موقد اليوم. فنحن نراه اليوم موقد، فبطل عندي إحدى الصفتين وهو الإيقاد. إذن الإيقاد بطلت هذه الصفة عند الطبري كما تقرأ الشاشة. صحت الصفة الأخرى التي هي له اليوم اللي هو شايفها الطبري، وهو الامتلاء، لأنه كل وقت ممتلئ، أي البحر كل وقت ممتلئ. وقيل إن هذا البحر المسجور الذي أقسم به ربنا تبارك وتعالى بحر في السماء تحت العرش، هذا معنى آخر للبحر المسجور. وذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد قال ثنا مهران عن سفيان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح عن علي والبحر المسجور قال بحر في السماء تحت العرش. قال سمعت إسماعيل قال ثنا مهران عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر والبحر المسجور قال بحر تحت العرش. هذا معنى آخر غيبي، لأن العرش غيب والبحر اللي تحت تحت العرش غيب. ولكن ابن عثيمين رجح أن هذا البحر، وسنوى ذلك ابن عثيمين قال لأن الألف واللام للعهد الذهني فهو يقصد بها هذا البحر اللي أمامنا. إذن البحر المسجور هو البحر اللي إحنا شايفينه الآن. في معنى آخر أنه سوف يسجر يوم القيامة، وهذا معنى صحيح أيضا، وهذا معنى صحيح. فاختلاف هذا التنوع في المعنى يعني لا يوجد تضاد، كما قال الشيخ ابن عثيمين وسوف نرى ذلك أنه كل هذه المعاني تحتمل، فالمعنى الأول لا يناقض المعنى الثاني. يعني هو الآن في قاع المحيط مسجر كما اكتشفنا، وهذا لا يمنع أنه يوم القيامة يكون يسجر، وهذا لا يمنع أن هناك بحر تحت العرش مسجر أيضا، فكل هذه معاني تصح.
لماذا؟ لأنه ليس يوجد بينها اختلاف تضاد، بل هو اختلاف تنوع. الآن إذن فهمنا من الطبري ليش رجح الامتلاء، لأنه قال لك وكان البحر غير موقد اليوم، لأنه بقول لك الطبري أنا مش شايفه البحر اليوم مشتعل، هذا في زمانه قبل 1000 سنة، بقول لك أنا ماني شايف أنه البحر اليوم مشتعل، فسأستبعد المعنى الأغلب اللي هو الاشتعال والإيقاد، سأستبعد هذا المعنى لأني لا أرى أنه مشتعل، إلا أنه المعنى هذا هو الأولى، ولكن سيستبعد الأولى والأرجح الطبري لعدم رؤيته في واقعه في ذاك الزمان أن البحر مشتعل. الآن احنا اكتشفنا أنه مشتعل. طبعا الطبري معذور في كلامه ومحق في كلامه، لأنه هو حسب العصر اللي هو عايش فيه ما كان فيه تكنولوجيا، ما كان فيه غواصات تنزل في قاع المحيط، هذا لا يدرك إلا بالتكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها الآن. فمن هنا نستفيد أنه احنا ممكن نرجح ونقول معنى إضافي لكل تلك المعاني أنه ما اكتشفناه الآن، أنه فيه فعلا في قاع المحيط الهادي طوق يسمى طوق النار، والبحر في المحيط الهادي في قاعه يعني موقد، الحمم البركانية تخرج من قاع المحيط وتكون قشرة أرضية جديدة، وهذا ما يسمى امتداد قاع المحيط، أو ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية Sea Floor Spreading، وهذا تم اكتشافه في تقريبا في الحرب العالمية الثانية بواسطة بحار وجيولوجي اسمه هنري هس، عن طريق السونار اكتشف ما يسمى بالامتداد وتخلق القشرة الأرضية في المحيط، القشرة الأرضية للمحيط في قاع المحيط تخلق، وهذا ما يسمى السي فلور سبريدنج، وسوف نرى هذا في الفيديوهات القادمة أيضا. فإذا هنا الطبري لم يرجح المعنى الأغلب اللي هو الإيقاد والاشتعال، لأنه لم يرى ذلك في زمانه، وهو معذور، وترجيحه صحيح حسب علمه في ذاك الزمان قبل 1200 سنة، ترجيحه صحيح، أنه أنا بقول لك أنا ماني شايف اليوم البحر في زماني مشتعل، فلهذا أنا سأستبعد المعنى الأغلب. ما هو المعنى الأغلب؟ الاشتعال، سأستبعد هذا المعنى وأأخذ المعنى الأقل اللي هو الامتلاء. هذا كان ترجيح الطبري. طيب نكتفي بهذا القدر، ونلتقي في فيديو آخر في نفس هذه السلسلة عن البحر المسجور، ولا تنسونا من صالح دعاءكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.